الأهلي يتخطى النصر بهدفين لهدف واحد لوليد سليمان والتر بواليا ويتأهل لدور ال 16 لكأس مصر. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن، ألف مبروك. هي دي مباراة الكؤوس عشان اللعيبة تعرف وتفهم إن الكرة لازم نجري ولازم نتعب ولازم نكون عندنا شكل في خططي في دماغ كل لعيب، يعني كل لعيب نازل ملعب لازم يبقى عنده هدف هو نازل يلعبه، نازل يعمله، لازم يقدمه بأبسط الأمور وبأبسط الأشياء في إمكانيات وفرديات لعيبة النادي الأهلي يقدروا يخلصوا مباراة في كل مباراة يقدروا يخلصوها بهدف واثنين وثلاثة من أول شوط، ما يتحطوش في الموقف اللي حصل فيه ده. الكرة فيها كل حاجة، الكرة فيها كونتر أتاك، الكرة فيها عرضيات، الكرة فيها ممكن أنت تخدعك الكرة وتروح للاعب زي ما حصل كده للصعيدي وجابها فيه الجول سهل جدا وكانت ممكن تتكرر أو أي حاجة ممكن تحصل في الكرة. كل يوم إحنا بنكتسب الحقيقة إيجابيات وبنكتسب سلبيات في نفس الوقت، فيا رب يكون مدير فني النهاردة شاف إن الدفع بعض اللعيبة اللي هي غايبة كتير قوي عن الملاعب ممكن تعرضها للإصابة زي ما أنا قلت لك في أول الاستوديو. اللاعب لازم ياخد ويتدرج في الدخول للملعب، ما ينفعش اعمل عليه ضغط نفسي في مباراه كؤوس، مباراه كاس مصر، يعني حتى لو مباراه في الدوري او دوري انت بتقدر تعوض فيه او بيحصل اي حاجه، انما مباراه النوك اوت دي اللي هي لازم يبقى عندك الشكل الطبيعي، الشكل الاساسي بتاعك، القوه بتاعتك الضاربه اللي هي بتخلص الحكايه كلها، وبعد كده تقدر تطعم لعيب واثنين وثلاثه. هو بص، مع احترامنا للمنافس ولكن الفوارق الفنيه كبيره، يعني ممكن تبتدي الماتش بعناصر تكون غايبه من فتره مثلا. ايمن انا بكلمك على الضغط اللي على اللاعب اللي هو بقاله فتره ما لعبش، زي وليد، زي ناصر، زي كهربا، زي كل اللعيبه اللي احنا بنشوفها النهارده وجوه جديده بقى لها شهور مش موجوده في الملعب. يمكن انا عجبني الباك ليفت بتاعنا احمد نبيل كوكا بشخصيته، الاداء لسه هيخش فيه وهياخد على اللعيبه، واسوأ حاجه اللعيب صغير زي ده انك انت تخش في تيم الحقيقه التيم كله عندك ربيعه وسعد سمير وبيكهام، يعني هو حتى في شكل نعتبر ان هم راجعين للملعب تاني، يعني اللعيب يبقى واقف على حيله ويقدر يلعب معاك ويقدر يباصي ويقدر يهاجم ويقدر يبقى عنده سمه ان هو موجود، دي حاجه كويسه. انما الهارموني بتاع اللعيبه كلها انا لازم يبقى في وضع تاني خالص لنص ملعب شكله عامل كده، لاين فيرود شكله حاجه تانية، التطعيم يبقى يعني واحده واحده، ما تبقاش كل العناصر تبقى جديده، يعني الكلام ده كان ممكن يحصل مع سيمبا ان انا العب بالفريق ده ضد سيمبا، ما عنديش مشكله انا وصلت خلاص وهكسب سيمبا، هكسب سيمبا مفيش مشكله. انما النهارده ده ديسايد، يعني ده ماتش ديسايد، لازم انا النهارده يبقى عندي ادام عندي القوه بتاعتي قاعده معايا على الخط بتاعتي، طب ما اخلص الجيم، وليه انا ابقى موجود في الموقف اللي انا شفته في الهاف تايم الثاني على اساس ان انا مش هقابل فرقه هتروح على الجول عندي، لا كل حاجه مشروعه في الكوره. فاعتقد ان احنا لازم الفتره الجايه دي كلها بقى يعني نحس بخطوره كل دور احنا بنروحه، لان احنا رايحين على دور الثمانيه في كاس افريقيا، رايحين على ان احنا عايزين نبقى الاول في بطوله الدوري، هنقابل عندنا تحديات كتير قوي لاسمك ومكانتك، انت بطل افريقيا وبطل مصر، يعني في كل حاجه انت بتطلب بالفوز يعني لازم نبقى مفيش مشكله ان انا ابقى عندي القوام الاساسي بتاعي جاهز جدا وعندي بعض اللعيبه اللي هي بتقدر تعوض من 20 ل 30 دقيقه. فده باذن الله يعني يكون ده هو الشكل والمضمون اللي نبتدي بيه وننهي بيه المباراه اللي جايه باذن الله. باذن الله رب العالمين.